يا ترى يا سهام انت راجل مخلص فعلا ولا بتضحك عليا وبتخني وعارف تسبقها صح؟ والله العظيم مخلص، انت اللي مش فاهمه حاجه. بقى ده شكل واحد خاين برضو. لا لا، ده مش شكل واحد بيخون. مالك يا يوسف؟ بس ده انا كنت خلاص حبيتك. يا رب يا رب شفيه، وان شاء الله يطلع موضوع مراته ده اي كلام وتبقى الحادثه هي اللي مأثره عليه. والله ما اوهام، انا فعلا متجوز ومش عارف مراتي فين دلوقتي. ايوه يا اخويا، اقطع دراعي ان انت فاكر كل حاجه وبتعمل الشويتين دول وبتسعى علينا. اكيد دي خطه جديده عشان تموتني، بس انا مش هديك الفرصه دي ابدا يا يوسف. هو بيبص لي كده ليه؟ انا عملت ايه؟ اكيد عاوز يخلص مني، بس انا لازم اقرب من الناس دي قبل ما يخلص عليا. دي عينيه بتطق شراب. ما تبصليش ما تبصليش. بصلي في عينيا. لا لا، بصلي. مش هبصلك. مش عاوز تبصلي ليه؟ عشان بتكذب صح؟ لا لا، عشان ما تقتلنيش. هما بيبصوا لبعض كده ليه؟ هل يكونوا خدوا بالهم ان الفراخ اتلسعت مني في الفرن؟ والله دي اول مرة تحصل لي. اقوم اعمل لهم واحدة تانية. الفراخ حلوة قوي يا ماما، ما تقلقيش. تعيش يا ابني. يا حبيبي، يا ترى انا هاخد إعفاء من الجيش؟ اظن ان عندي فلات فوت. اسال بابا يعني ايه شهور العدة دي؟ لا لا، سالته قبل كده ومعرفش يجاوب. انا هسال ماما يعني ايه محلل. يا ترى مين اللي جاي لنا الساعه دي؟ خليك يا ماما، انا هقوم افتح الباب. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.